شهدت الساحة الرياضية العراقية في الآونة الأخيرة إقبالاً على رياضات الفنون القتالية من قبل الفتيات لأجل تعلم وممارسة لعبة رياضة الفنون القتالية تحديداً لعبة الكيكوشينغاي القتالية. ومن لاعبات هذه اللعبة هي بطلتنا الكابتن نورة داوود، لاعبة ومدربة كيكوشينغاي كاراتيه في أكاديمية عائلة نصف أيضاً أسف الفنون القتالية والدفاع عن النفس، وحصل على شهادة البكالوريوس أداب إنجليزي. وتمكنت أثناء انضمامها لأكاديمية عائلة أصف أن تحصل كفريق على المركز الأول في بطولة العراق، لديها الفضية بعد حصولها على المركز الثاني ببطولة العراق، وكذلك لديها شهادات من ورشة الدفاع عن النفس من جامعة الحكمة ومن منظمة حقوق المرأة. الكابتن نور داوود ضيفتنا اليوم التي سنتحاور معها في كل ما يتعلق بالفنون القتالية التي تخص الفتيات. مساء الخير والعافية عليك. مساء النور، اهلا وسهلا كابتن، اهلا وسهلا بيك. هلا ونور، شلونك؟ الحمد لله بخير. جاهزة للحلقة؟ خلي الحديث يكون ليديز فيرست، يعني نساء فيما بيناتكم واكيد. حلو، بالبداية اوكي، يعني احنا كل سعيدين بلقائك اليوم ويانا، وبنفس الوقت لابد انه احنا نتعلم أهمية الفنون القتالية من أجل الدفاع عن النفس. خلينا نفوت دايركت بالموضوع ونبتعد عن الأسئلة الروتينية. بالحقيقة اليوم أني كبنت كسيدة لما أطلع على الشارع راح أتعرض ممكن يعني أو صدفة لمضايقات أو شتمة، كيف أقدر أحمي نفسي وأدافع عن نفسي وأبتعد عن موضوعة أنه أني أخاف ما أقدر أجاوب، لأنه بحكم المجتمع راح يقول عيب تردين؟ لا مو عيب، العيب منه أكو شخص دا يتحارش بينا. صح، كيف اليوم أني أقدر أتعلم الفنون القتالية حتى أدافع عن نفسي، وما هي الخطوات اللي أني أتبعها؟ هي كبداية واحد ما يقدر رأسا يتعلم يدافع عن نفسه، هسه أوكي. مو مجرد أن واحد يفكر بيها ويقول لا باكر أنا خلص ما راح أسكت بعد. لا، يراد لها خطوات. أنا بالبداية مثلا ما كنت أقدر أحكي إذا واحد يتحارش. بعدين الفنون القتالية أو وشات الدفاع عن النفس هواية تفيد. ليش؟ من يا ناحية، لأن أنت راح تكون عندك القدرة والثقة الكافية حتى أنه تردين أو ما تسكتين إذا واحد تحرش إذا تجاوز عليك. وأكيد إحنا بالمرتبة الأولى لازم ما نخلي نفسنا بهيجي موقف طبعاً. لأن مو كل المواقف إحنا نقدر نطلع من عندها. أوكي، الشغلة الثانية لازم يكون ويانا شيء ندافع به عن نفسنا، مو شرط يكون سلاح، مو شرط يكون سكينة، مسكارة كلش طبيعي، التليفون هسه كلش ثقيل. مثلا تخلي لي مسكارة للشخص نلزمها بس تكون انه يعني مثل النايف مستندة على الايد بالضبط، الزمها تكون هنا نهايتها، هذه ما راح اضرب بها حيل، راح تأثر، راح تصير قوية. حلو. اوكي، لازم احنا نستغل ابسط الاشياء اللي عندنا بالجنطه كبنات. صح، شلون حلوه هاي النقطه. اوكي فعلا اليوم انه اكو بنات يشيلون معاهم يمكن اكو العصا اللي هي بها مثل صعقات كهربائيه. ضروري. كيف نستعين بادوات الميك اب ونعتبرها هي ادوات لحمايه انفسنا؟ لا سامح الله اذا تعرضنا. انتم اثنين في واحد اليوم، طبعا نطلع حلوين الميك اب تدافعون بيهم. طيب بالضبط، شفت شلون تو ان وان. الأول لازم يكون عندي القوة أو الشجاعة الكافية حتى أني أستخدم هذا الشيء كدفاع عن النفس. إذا أنا ما أعرف أو ما أقدر أو ما متمرسة أو ما مفكرة بالموضوع هواية، أنا لازم أفكر بالسيناريو اللي يصير. أنا هسه حزام أخضر، بس من أطلع بالشارع أتخيل ممكن تصير وياه هواية سيناريوهات. ممكن كلش. فالتخيل واتخيل شلون اني راح ادافع عن نفسي بهذا الموقف او بكذا موقف راح تساعد انه في حال لا سامح الله صار كذا موقف اني اعرف شلون راح اهتم بهالموضوع. فحتى التليفون قلت لك، التليفون ممكن يكون آلة دفاع عن النفس، اذا لزمته صح خليت له استناد راح يأذي. حال مسكارة، الحمرة، اي شيء شايلته بجنطتي، الجنطه ثقيله ممكن اضرب بيها همينه. حلو. كلش طبيعي. اي زين، اساسا هو انت ليش اختارت الفنون القتاليه؟ هي بالبدايه كانت هوايه، من احنا وصغار كنا نحب شيء معين. طبعا. اوكي، انا كنت احب الباليه، كنت احب الفنون القتاليه، شيء ما يشبه شيء. بس شفت ميولي اكثر للفنون القتاليه، وش وقت اشتد هالشيء بالجامعه كان اكو كلاسات بس شباب، فقالوا لي انه ما يصير، ف
فشدني هالموضوع اكثر، وعرفت انه بها تطبيع. التطبيع هم اثار فضولي، لانه هي بالتطبيع الجسم راح يكون اقوى، من ينضرب ما راح يتاذى، راح يتحمل اكثر. فهالشيء زاد فضولي واصريت انه اتدرب هذا الفن. فصدفه شفت اكاديميه عائله آصف على الفيسبوك. بوقتها كان يوم عيد، اكيد بالبدايه اهلي ما قبلوا، كان ممنوع كوني بنيه بمجتمع محافظ، كان من سابع المستحيلات انه يوافقون. بس اصريت، وتقريبا سنتين give or take، ممكن اكثر شوي، يعني احاول اقنع بيهم ماما وبابا وحتى اهلي، يعني اخواتي كانوا شايفين الموضوع ما يسوى وما له داعي، وانت بنيه على اليمن، او يتخيلون قبل راح تكون لي واحد بالشارع، يعني ما يخلون احتمال، مو شرط الا اني، ممكن بنيه قدامي صار وياها موقف، انا ما اتحمل اسكت، ليش اشوف بنيه دا تتاذى او دا يصير لها شيء واني اسكت واروح؟ لا طبعا هالشيء اني راح يفيدني حتى افيد غيري. قبل راح تكتلين واحد بالشارع، كم واحد؟ مو شرط اكتله، اثنين. والثالث انهزم. الثالث ما لحقت عليه، اي انهزم. حلو. مو شرط اكتله، بس على الاقل اخلصها. يعني ها مناشده لاهلها، ترى كتلت. كتلت اثنين بالشارع واحد قام يركض. لا عزيز شوف، الموضوع هو فعلا جد انه اليوم انه احنا بحاجه للدفاع عن انفسنا. ممكن لا سمح الله واحد يتعرض لسرقه داخل المنزل، انه انت ما عندك سلاح بالبيت تدافع به عن نفسك، لكن ممكن انه شخص بالبيت عند هذا الموضوع مهارة الفنون القتالية راح يعرف كيف يتحايل على الشخص الموجود طبعاً، حتى بالتالي يحمي البيت. ومو شرط اليوم انه اني موضوع التحرش وحتى اروح ادافع عن نفسي، لا حتى بالمشاكل العائلية تفيد في هذا الموضوع. لا الموضوع يمكن لما نور متزوجة ولا لا؟ لا لا. اوكي ان شاء الله، يعني يا ربي الله يكتب لك النصيب الحلو. ما اتوقع احد يفكر يزعل نور بذا زوجها او عيالها. بروستي. هم ضد الموضوع طبعا، يعني اكو يدخلوا لي على الدايركت على اكونتي بالانستغرام، وانت الله يساعد اللي ياخذك، انت تكتلي اللي ياخذك، انت اذا ما سوالت شاي كذا تسوين. الموضوع والله يا جماعه مو هيك ابدا، بالعكس الفنون القتاليه نبيله ودائما تحث على السلام. احنا شو وقت نستخدمها؟ لذلك زي ما تكون دائما ابيض هو شعار السلام طبعا. اي شو وقت نستخدمها؟ من نكون بموقف نضطر نستخدمها، يعني مو اني اروح اخذ خاوه على الناس واكتل بيهم. هذا الشيء ابدا يعني كلش ممنوع، يعني احنا اذا جانا هيك واحد ما نقبله بالاكاديميه. زين احنا نجي نتعلم الانضباط والسلام. اساسا انت صار لك كم سنه بهذا الموضوع؟ انا من 2019. من 2019 قلتي لي انه انت اليوم حزام اخضر. شنو هو اول تسلسل او شنو هي ترتيبات الاحزمه وتفاصيل هذا الموضوع؟ احنا اول ما نبلش الابيض يدل على النقاء والصفاء، انه واحد بعده فريش، بعده كل شيء ما يعرف، بعده ورقه بيضاء. وراها نجي على البرتقالي. انا ما صار ابيض، لا تغيرت نيته حتى. وراها برتقالي، واحد استوى يبدي يستكشف الفن القتالي، يتعرف عليه، يتعمق اكثر. ورا الازرق، ورا الاصفر، بعدين الاخضر، ورا البني والاسود. البني والاسود ايش وقت المرحلة اللي أن المفترض أن أقدر بها أنه أنا أحتاج بني أو أحتاج أسود؟ هي كل حزام إلا فد مدة معينة، ممكن تزيد أو تقل حسب التزام الشخص، حسب وجوده بالتدريب، حسب تقدمه الجسدي النفسي الذهني. بس هي ككل ممكن 3 سنوات تكفي حتى واحد يأخذ الحزام الأسود. بس هم يعني مو شرط، اذا انت مثلا احنا عندنا مجموعات تدريبات، كاتا، كيهون، كوميتا اللي هي الفايت والاساسيات والكاتات. هم يعني اذا واحد مثلا ما حافظ كاتات اكيد ما راح يقدر يختبر على حزام عالي. هالشيء ما يصير وممنوع حتى لو 5 سنين 10 سنين صار له، فلازم يخلص ضروريات الحزام يلا يقدر يختبر على الحزام اللي بعده. والله عجبني الموضوع، يمكن اجربه. والله انا كلش حابه الموضوع اصلا، يعني لذلك ابني ده يحفزني عليه، انه هو كلش حاب موضوعات الفنون القتاليه، فاحسن ما يطبق علينا بالبيت، خليه بالطبع المكان فرغ طاقته السلبيه بالضبط. اي لانه دائما نقول احنا الاطفال اللي عندهم فرط بالحركه وبالتالي يحبون هذا الموضوع، خليه نستثمره بشيء ايجابي. صح، حتى بالاكاديميه عندنا طلاب صغار عندهم فرط الحركه. حلو، ومسيطرين على هذا الموضوع. طبعا اكيد. قبل ما نتحدث عن
الجانب النفسي وكيفية معالجته بالفنون القتالية، لابد أن نتحدث أيضا عن مشاركاتك بممكن الفنون القتالية أو المعارك اللي تحت، إحنا شو نسميها، سوري راح من بالي، النزالات. يس. كانت لك نزالات داخل العراق أو خارج العراق؟ إحنا مبدئيا بيناتنا إحنا دائما نسوي فايتات داخل الأكاديمية، بس كبطولات نسوي احتكاكات هم ويا فرق ثانية، بس لأنه العنصر النسوي كلش قليل فنادرا ما نسوي احتكاك ويا فرق ثانية لأنه البنات قليلات. بس كبطولة إحنا شاركنا ببطولة العراق النسوية شهر 12 2021. كفريق حصلنا المركز الأول لأن إحنا كان عندنا أكبر عدد من البنات، وأنا حصلت المركز الثاني وأخذنا كل المراكز، يعني أول ثاني ثالث على ما شاء الله مختلف الفئات يعني العمرية. ما شاء الله. زين، شنو اللي يحتاجه أو تحتاجه لاعبو الفنون القتالية؟ اللي يحتاجهم التزام. احنا دائما اللي يجي انا ما عندي لياقه، ها انا ادخن، ما له علاقه ابدا. انت من راح تدخن ورا يوم انت راح تترك من ذاتك، يعني واحد من يشوف نفسه اذا يريد يصعد لياقه حيترك، اللي لياقته صفر ورا اسبوع حيشوف فرق. فاللي يحتاجه مجرد التزام ويجي للدوجو وهذا هو. طيب الدوجو اللي هو القاعه اللي نتدرب فيها، حتى لو احنا كنا نتدرب قبلها على بنواس بكورونا اول ما صارت، بتوقع بالحديقه، حديقه بالضبط. انا اتذكر هيك تفاصيل نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي. صحيح، حتى الحديقه كنا نسميها دوجو، فاي مكان نتدرب فيه احنا نسميه دوجو. مسمياتكم دوجو و كومتكاتك يهون، اشرحي لنا اياها، حلوه هذه. يلا خلينا نبدا باول واحده. هذه كلمات هي تابعه هي يابانيه. يابانيه وخاصه بالكاراتيه بالفنون القتاليه. فاحنا اول ما ندخل الدوجو نقول اس. اوكي، اس يعني هي التحيه. أوكي. احنا نستخدمها لكل شيء، الاس التحيه، الاعتذار، الهلا، لكل شيء اس اس اس. اوكي، الدوجو مثل ما قلنا، الكومتي اللي هو الفايت مالتنا، كومتي فايت، كومتي الفايت، كومتي الكيهون هو الاساس. اي الكومتي هو هيك اللي هيك بالضبط نسوي الحاله. بالضبط، اي نسوي قبضه والاعداد. لا زهراء عندك خلفيه على هذا الموضوع، بس نسوي فايت بينك انت وياها. اي الاعداد مثلا نعد بالياباني هم اتش ني سان، فاغلب المصطلحات حتى الضربات. القلع مثلا احنا نسميه قلع بس باللعبه شيتاتسوكي. شيتاتسوكي. حتى القبضه جاب كروس او القبضه مستقيم خطا، شنو نسميها؟ احنا نسميها ساكن تسوكي او تسوكي. سوكي يعني قبضة. أحسها فد وجبة. سوشي. يلا هذه مصطلح وبعد يا حركة ممكن نقدر نسوي حركات على اللايف؟ نقدر شكرا. ماكو كل مشكلة. تروحين يمها أنت زهراء؟ لا ليش عارفة روحي؟ وين هي تشيز؟ جربي زهراء ماكو كل مشكلة. شو نسوي؟ نسوي كم حركة؟ هاي الكاميرا. بس يمكن أطول من عندك. انت واحد تحب حركه دفاع عن النفس لو فايت. اوكي ممكن شنو نسوي، فتشي بسيط بس معي فرق الطول شاسع عادي. لا ما له علاقه طول، هو الحلو بالموضوع انه كدفاع عن النفس ما ادري. يلا اوكي ما خوف. اي كدفاع عن النفس حتى لو شخص طويل ما له علاقه. بس دقيقه كابتن. اي كابتن زهراء روح يمها، ليش خايفه؟ اوكي لا تخافين زهراء. اوكي ها افتر هيك تمام. يلا انا هسه انت اطول مني. اوكي حتى لو شخص ولد طويل. اوكي عندي هذه المنطقه كلش قويه. اوكي فاقدر المناطق الحساسه اللي استهدفها عندي الخشم، عندي الحنجره، المعده، المنطقه الحساسه، الجهاز. اوكي فهذه المنطقه بالاستعداد. اي بس تخافي عندي هذه المنطقه قويه، فبكل بساطه اها هذه ممكن كلش تفيد بحركه الدفاع عن النفس. الخشم احنا يعني الخشم ما يتطبع. حلو. يقول لك المقاتل او الملاكم خشمه ينكسر بعد ما يحس، لا بحسيه مناطق حسيه هوايه، فيبقى الخشم يتاذى، العين تدمع، يفقد توازن. حلو. اوكي كين قلت لنا هنا انا مو صح. بالضبط عندي بهذه المنطقه. اوكي على الاذن هذه حتى تفيد الاطفال اعمار الصغيره، ضروري يعرفوها اذا شخص شالهم. اي اوكي بكل بساطه بهذه المنطقه يبقى يضرب. اوكي ضربه واحده ما راح تكفي. يعني. اي بس أي. يفتح ايده ضربه واحده ما راح تكفي لانه طفل، فيبقى يضرب اكثر من مره، هذه راح تخليه يفقد التوازن. حل. المهاجم او ممكن يدوخ فيعوفه. زين اوكي عندك مثلا المنطقه الحساسه كلش. أوكي. الجهاز هذه كلش مهمه. عندي منطقة المعدة، إذا واحد لاعب فنون قتالية أو على الأقل يعرف شلون يطلع ضربة صحيحة، هذه المنطقة عندي همينة تتأذى. أي تكون هنا. أنا. بالضبط أي الحجاب الحاجز تكون. أوكي. أو على الكبد. بس هاي في حال الشخص يعني يعرف يطلع الضربة صح.
زين الضربة لازم نعتمد بها على كل قوتنا. اي خاصة اذا الدفاع عن نفسه واحد يستجمع قوته. القوة بها نسكر ايدينا يعني نسدها بهالطريقة هذه صح هيك سدت الايد؟ لا الايد هيك لازم يعني الاظافير تكون تحت بالضبط تنظم والابهام يقفل عليهم. حلو هذه حتى كل الايد تكون بالسيف سايد والقوة تتجمع هسه بحس يعني بكمية الشد اللي بالضبط والضربة تكون بس بهذول العظمتين مو بالايد. شوفوا ركزوا على هذه العظام مثل ما تلاحظين هذه شلون بارزة عندي أي هذه من كثرة الضرب فهي انت برز تصير قوي. جربي زهراء جربي نجرب عندنا لعب شوفي مولم لا نجرب على كيف مثلا اوكي اوكي بس انت كدفاع عن نفس جت اني لزمت منه اوكي ايش راح تسوين عندك ايديك هنا انا هاي بس تفتحيها ها افتحيها اي اوكي تضربين قوي اوكي تمام ايش قال ما عادش من القوة استخدمي اوكي قلنا هذه الاطفال كلش مهمه اذا مثلا شخص لزمك من هنا دائما ايد الولد تكون اخشن واقوى فيسيطر اكثر اللي تسوي شنو تلزمين ايدك الثانيه اي بهذه ايدك اوكي وتسحبين باتجاه الابهام باتجاه الابهام راح تكون اكو هذه الفتحه حتى لو ساد فالابهام بس يوخر فتحه القبضه حلو اوكي فلزمي بالضبط ايش قد ما تقدرين منه واسحب قوي حلو هذه راح تفلت بس الابهام يوخر القبضه حتنفتح كلها صح. فالابهام نقدر نقول هو القفل مال الايد هذه همينه كلش مهمه هلزم ايدي الثانيه الزم ايدي ما اسحب باتجاه وجهي هيك راح اضرب نفسي باتجاه الخارج منه استخدم جسمي استخدم جسمي فحتى انت طبعا رغم انه اني اطول منها كبنيه بس هي اقوى يا زهراء انت كجسد اقوى من عندي احنا عندنا قوه اعصاب صح اوكي لازمش اني جربين والله ما ادري يلا حتلزمين وتسحبين باتجاه الابهام اوكي هيجي بالضبط واستخدمي جسمك حلو صح قبل ما تكون اللزمه قويه حتفتح بعض اللزمه مالتك حمراء يعني اقوتك قبل ما تكون اللزمه قويه سحبي حيل بالضبط قدرت شويه اقوى اوكي حلو زين هاي جزء من الحركات سوري عزيز مكتب ظهري جزء من الحركات اليوم اللي احنا نستخدمها ككبار وحتى البيبيز اليوم انه احنا ممكن ننصحهم بهذه الضربات يمكن شفنا بالاونه الاخيره حالات الاعتداء الجنسي على الاطفال بعض الحركات كيف يوم اليوم نقدر نوعيهم نحببهم بهاي اللعبه وبنفس الوقت نقوم انتم تدافعون بها على انفسكم صح. ممكن اكو بعض ضربات اخرى نفيد بها البيبي هما كأطفال احنا اول شيء لازم نفهمهم شنو الصح شنو الغلط كأنه كأشخاص غرباء اذا شافوهم وهم احنا الطفل بس يعبر الاربع سنوات يبدي يفتهم حركات جسمه مو غلط انه نشوفه فيديوز مال الدفاع عن النفس حلو هسه احنا عندنا اربع سنوات خمس سنوات بالاكاديميه اوكي حتى من هم صغار يتعلمون شلون يدافعون عن نفسهم حلو. ممكن الركض همين احنا نقول لهم انه اذا واحد اجاك من هاي الصفحه انت شلون تهرب الصياح ضروري كلش يعني اكيد انا ما اجي واحد دا يهجم علي وانا ابقى ساكت لازم اصيح اذا انا مو الحجم مثلا مو متكافئ او انا ما اعرف اصيح أوكي. نقول لاطفالنا اي مو عيب اذا تصيح كلش صح وهو هذا اللي المفروض يصير حتى شنو عاشت ايدكم او ايدك تدلل اي بس سوها التحيه الاس بيناتكم اس احنا لازم ندخل نطلع اس مو ضروري فحلو اليوم موضوعة الدفاع عن الأطفال إنه لازم ننبههم كيف يدافعون عن نفسهم تعبت يعني عزيز لك الجو شوف أكو هذا الموضوع أتوقع راح تتفقين وياي بهذا الموضوع موضوع إنه الطفل اليوم صعب أتعامل وياه وخصوصا أكو بعض الأطفال يعني وكحين كلش عنيد وخلنا نقول إنه هذا الطفل أوكي أنا يعني اليوم أسوي هيك يعني أسوي هيك زين انا هذا الطفل شلون راح ابلش اقنعه وهو بعمر 3 سنوات اليوم انتم شنو الاسلوب اللي تتبعوه ويا الاطفال حتى تهذبوهم نفسيا اليوم تهذيب الطفل نفسيا هو شيء اساسي فعلا اي احنا صايره ويانا هذه الحاله هوايه بالتدريب يجون اطفال وكحين عنيدين حركين بالبدايه نحكي وياهم ما يسمعون كلام يسوون اللي براسهم ما يوقفون بالتدريب بس شوية شوية احنا مجموعة احنا الكادر مجموعة كباتن يعني مو بس واحد او اثنين فدائما يكون شخص وياه او قريب من عنده
احنا نسمعه بس بنفس الوقت ما نسمح له يسوي اي شيء عجبه. بس من نجي نعلمه يعني باسلوب حتى يفهم انه هذا الشيء مفيد له، هذا الشيء زين له، ونشوفهم لا ورا اسبوع اسبوعين بلشنا نشوف تغيير، وصار يوقف ويتعلم ويحكي حلو، والعصبيه مالته راحت، فنلاحظ فرق كلش كبير. وصراحه الشيء كلش يفرحني يعني من اشوف طفل بالبدايه اجى شيء وبعدين تغير انه افرح. تحبين تدربيهم اكثر؟ احب انه احنا بدنا نقدم شيء صح. يعني حتى الاهالي مرات يكتبون لنا احنا لاحظنا فرق بتصرفات فلان، يا عشتيتكم ما اعرف شنو، فهالشيء فرحنا احنا اكيد كمدربين. يعني هذا الموضوع ينعكس على الاهالي ايضا بصوره ايجابيه. أي طبعا يقولون انه بالبيت تغيروا. ابيكم عاقل ويدافع عليكم نفس الوقت. بالضبط. هذا الشيء طبعا. شوف يمكن احنا شاهدنا او كليتنا يعني عندنا اطفال بالبيت، الان هذا الجيل يختلف، فعلا عندهم فرط بالحركه. صحيح. فالرياضه وتهذيب النفسية الوحيدة اليوم اللي ممكن تساعدهم على ضبط النفس أكثر، حتى داخل المدرسة ممكن يعني اليوم أنه حتى لما يروح ويواجه العالم الآخر للمدرسة راح يتذكر القواعد والأسس اللي أخذها عن طريق الفنون القتالية. هي ليست حرب أو معركة، لأنه هو تهذيب للنفس قبل كل شيء. طيب نور، احنا بدأ الوقت يداهمنا، كيف تقدمين نصيحة لكل شخص حاب هذه الهواية لكن هو متخوف من ردة فعل المجتمع واللي حواليه، وخاصة للنساء بحجة بين قوسين أنه أنت راح تفقدين أنوثتك، راح تصيرين كرجل مو كأنثى. صح، أنا هواية واجهت هالشي بالبداية بس ما حبيت أسمع. أنا اللي يناسبني أنا أسوي، وهسا المكان اللي أنا وصلت له بصراحة ما كنت أحلم به. أنا كنت أحلم أتدرب، أنا هسا مدربة لازم أفرعين وأدرب بالأكاديمية، يعني فتشي اللي وصلت له يعني أحسد نفسي عليه بصراحة وفخورة به. وهسا أنا دا أساعد هواية بنات حتى يوصلون اللي أنا وصلت له، وسويت حملة هاشتاج تقدرين وأنشر بها على الإنستغرام فيديوهات تحفيزية وفيديوهات تعليمية كتدريب حتى أشجع أكبر عدد من البنات أنه لا يعفون الخوف على صفحة. واللي يخوف أنه أنا ما أعرف أدافع عن نفسي مو اللي يخوف أنه أنا أتعلم شلون أضرب أو شلون أدافع. فيعني واحد إذا يفكر بيها طبعا أتعلم أحسن. أكو يخافون من الإصابات أو الكسور، الكسور ما راح تصير، ممكن تصير إصابات خفيفة بس إحنا معرضين لها أصلا بأي وقت. طبعا أكيد اللي أشجع اللي أريد أقول أنه أنا أكيد أشجع البنات أنه يعفون الخوف على الصفحة، وإحنا بدورنا أيضا نشجع كل العوائل أنه تقدم كل ما يطمح إلى ابنها. اليوم أنا عندي بنية أو ولد يحبون كذا رياضة أو كذا موضوع، أنا لازم أكون الداعم الأول والأخير لهم، لأنه بالتالي هذا الموضوع مستقبل لهم. شكرا لك كابتن على كل ما قدمتي، شكرا إن شاء الله يا رب مزيد من الموفقية. أنا سعيدة. إن شاء الله تأخذين حزام الأسود إن شاء الله. بس يعني تجينا هم تسينا حركات جديدة وأنا كل متعلمة وصار حرب هنا. أي خارج. شكرا كابتن. شكرا لكم. شكرا لك، نهار السعيد كابتن، نورتينا. إذا مشاهدينا الأكارم وصلنا وياكم إلى نهاية مشوارنا الصباحي لهذا اليوم، شكرا لكل من كان معنا، وشكرا لهبة وميس أيضا اللي رافقونا في مشوارنا الصباحي لهذا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، وأكيد الختام راح يكون معك يا عزيز. شكرا للزهراء، وشكرا لكم مشاهدينا حسن المتابعة والإصغاء. شكرا مرة أخرى لكل الزملاء، نشوفكم بخير، إلى اللقاء. باي باي.